كشره ناقص يعني في زياده كمان العام اللي فات العام اللي فات هي كانت حيه زينه العام اللي فات حيه زينه اللي سنا كش غالي كش باطا راه 10000 ونص 11000 درهم البصله راه 5000 4000 درهم المسكين وراه رايح طوماطيس 14000 المسكين وراه يروح وين ياكل وين ياكل المسكين ما عندها ما ياكل المسكين كش راه غالي حنا رانا مضرورين المسكين راه مضرور كلش راه مضرور بالنسبه لاسعار الموز اللي كانت مرتفعه اسعارها كثر كانت طرواج بيت بيتين يومي ايام كانت تقريبا 100 وصلت كانت كاروت 100 راه دي كاروت 100 كاروت 100 بالقرو راه اللي فيها كاروت 100 وكلش راه حابس يعني كلش راه المواطنين على خاصة في كيف مرة نشوفوا كيف عندك المحل اش